الرحمن الرحيم لا زال الكلام في العدد عدد النساء جمع عدة هناك عدة طلاق وهي قسمان عدة طلاق رجعي طلاق بائن عده وفاه عده وطي الشبهه من العدد عده الفسخ او الانفساخ هناك موارد يجوز للزوج ان يفسخ فيها العقد وبالعكس هناك موارد يجوز للزوجه ان تفسخ العقد الفسخ غير الطلاق فسخ يعني يقول فسخت خلاص من دون شرائط الطلاق اللي هي شهود صيغه معينه المره تكون في طهر لم يواقعها فيه لا يقول فسخت انتهى الامر انفصلوا او هي المره تقول فسخت طبعا مو دائما هذه موارد خاصه منصوص عليها الزوج يجوز له ان يفسخ العقد في عده موارد. واحد طبعا هاي راح تصير عيوب، عيوب في المراه فالرجل يفسخ العقد. واحد الجنون اخذ مراه طلعت مجنونه. إلى حق يفسخ يقول فسخت العقد ما يحتاج طلاق الصرع وما شاكله لا يعتبر جنونا أحيانا أكو مرض نعوذ بالله اسمه الصرع يطيح ممكن ساعة ساعتين ما يحس هذا جنون لا حين واحد تزوج مرة وثاني يوم طاحت شنو القصة تبين عندها صرع يقدر يقول فسخت لا ما يقدر يريد يطلق كيف الطلاق بأي وقت ممكن لكن فسخت ما يقدر خلاص صارت زوجته اثنين مرض البرص نعوذ بالله بعد ان تزوجها بانت مريضه بالبرص البرص غير البهق احيانا الجلد تصير في مناطق لونها مائل الى الوردي بقع هذا بهق وليس مرضا خطيرا ولا معديا وموجود كثير من الناس يصير عندهم هالوضع بدنهم ولا يحق معه الفسخ عقب ما تزوجها شاف بجسمها اكو بهق بقع يقول انا ما اريدها ما تريدها طلق يقول أريد أفسخ لا مالك حق تفسخ ما في فسخ ليش ما قلتولي كيفهم ما يردون يقولوا له هذه العيوب كلها السلسلة اللي راح نقولها إن شاء الله مو لازم يخبروه لازم يخبروا للرجل بنتنا نبيها كذا وكذا لا مو لازم هذه كلها الحين راح نقول لازم تكون قبل الزواج صايرة زين هذا تدليس، لا مو تدليس. التدليس انه يقولوا له تعال احنا قاعد نعطيك وحده بنيه اه على ايام يقولون؟ مثل شدة ورد، طلعت مو شدة ورد، شي ثاني مثلا. هذا التدليس، وهذا التدليس هم ما لحق يفسخ، انما تدليس انما هو تدليس كذبوا عليه. فسخ ما فيه. لا اهل الرجل واجب يقولون لاهل المراه ابننا كذا وكذا ولا اهل المراه واجب عليهم يقولون لاهل الرجل بنتنا فيها كذا وكذا حتى إذا اشترق؟ شو اشترط إذا, اذا قبله قال لهم انا جاي اتزوج بنتكم واريد تخبروني بالعيوب اللي بيها إذا قالوا له ما يخالف نخبرك هذه قضية، إذا قالوا له لا ما نخبرك تطلبنا طلابة ما تريد لا تاخذه روح دور غيرنا مثلا أو العكس هم أهل الرجل ما يريدون يقولون يعني مو واجب الحين أحيانا عقلائيا زين أن تنقال عقلائيا لأنه ممكن بعدين يصير نقاش ونزاع وهذا يجي يقلب الدنيا من باب البيت ليش ما قلتوا لي واهل المره يصيحون اطلابه تصير حتى يخلصون من هذه المشاكل او تخف شويه ما تخلص مشاكل الدنيا هذه راحت غيرها تطلع عاده شويه تخف ربما من هالصوب يقولون لكن واجب شرعا لا مو واجب مو واجب زين الحين اخذ مره طلعت مجنونة مو جنة عقب ما شافته طب هي طلعت من أول مجنونة من دخل عليها شاف وضع ثاني تبين يعني هذه من أول وضعها قبل ما يتزوجها وضعها هالشكل يحق له أن يفسخ هذا واحد يكون يثبت أنها كانت مجنونة من قبل وقايلين خلال سنة من الزواج اذا بين الجنون يحق له يفسخ يتبين هذا العرق كان موجود لان الجنون له إلى فرد إلى اسباب تكون في الجسم في المخ هذه راسا قد ما تعطي مفعولها يريد لها مده حتى تقوم تورد حتى تقوم مثلا تتحرك فالى سنه إذا عقب سنة عقب سنة ونص شاف هذه الآن مجنونة من يقول من أول يمكن بعدين بعد أن تزوجها صار هالوضع المهم لازم يكون المرض موجود من الأول قبل الزواج الحبوب قلت أكو أشياء مثلا مثلا مرض نفسي كذا صرع هذه ما تاثر لازم يكون هذا الوصف يحصل زين الثاني البرص قلنا البرص غير البهق ممكن ممكن الحين واحد لو اخذ مره بها صرع وبعدين يصير عندهم عيال وذولا يرثون هذا المرض ممكن بس في اشكال لا كثير من الامراض موجودة اللي ممكن تنتقل للأولاد واجب يمنعوها لا واجب شيء حسن شيء حسن الأيام في فحوصات تجري قبل العقد لكن إلزام لا إلزام فعموما البراص مرض خطير معدي نعوذ بالله اللي قايلين تصير في الجسم بقع معينة وينزل الجلد مقدارا ملي مليين يهبط يصير مثل حفرة صغيرة هذا مرض خطير إذا فرض شخص تزوج مرة واكتشف أن عندها مرض البراص إلى حق يفسخ الجذام فر من المجذوم فرارك من الاسد الجذام قايلين احنا الحمد لله ما شفنا هالامور ما شفناها الله عز وجل فكنا منها لا رايناها بس نسمع بها لكن مكتوبه امراض خطيره كانت الجذام يقال مرض تبدا يبدأ معه الجلد بالتآكل اللحم بالتآكل مرض خطير بمرور الأيام ممكن تقوم بعض أعضاء تنفصل تنفصل أصبعه ينفصل مثلا أذنة تنفصل هذا يسموه جذام بعد هذه ثلاثة الجنون والجذام والبرص وأكو شيء اسمه عفل او عفل يقال هو لحم زائد في كذا المرأة يمنع من المقاربة ما يقدر يوصل يقاربها شيء مانع اكو لحم زائد عظم زائد قرن وعفل او عفل هذه عيوب تسوغ للرجل ان يفسخ العقد. زين فسخ مره الفسخ كان قبل الدخول، عقد عليها من جاء بها الى المنزل شاف بها احد العيوب فسخ من دون دخول هذه ما لها عده، احنا كلامنا في العدد كان. اما اذا دخل وبعد الدخول اكتشف انها غير عاقلة فيها أحد هذه الأمراض لها عدة يحق له أن يفسخ يحق له أن يفسخ لكن يكون تعتد عدة عدة الطلاق ثلاثة قروء آه المسألة المهر إذا صار دخول مو معلوم إلى حق لكن قبل الدخول في مجال أن يطالب بالمهر كله شغله واحده في كل هالموارد اذا صار الفسخ قبل الدخول لا عده صار بعد الدخول وصار فسخ لازم تعتد الا اذا كانت يائسا كبيره بالسن ماخذ واحده عمرها سبعين سنه ومن دخل شافها مخبله مجنونه وقال انا افسخ فسخ ودخل بها عقب ما دخل فسخ لها عده لا ما لها عده مثل اللي اذا طلقت وهي بهذا العمر بالعكس المراه تقدر في عيوب تقدر تفسخ فيها عيبان نعم اكيد هما الجب والعنن الجب يعني القطع قطع اله الرجوله زوجت شخص تبين انه مجبوب تقدر تفسخ او عنين وهذه شغله تكثر في المجتمعات النين يعني شنو يعني ما عنده قدرة على أن يقاربها لها أن تفسخ طبعاً بعد إثبات ذلك عند الحاكم الشرعي تجي عند الحاكم الشرعي تقول له هذا النين قد هو ينكر ذلك إذا إلها طريقة معينة اللي يختبر بها حتى يعلم أنه صادق أو هي الصادقة إذا ثبت أنه النين لها حق أن تفسخ العقم شلون العقم ليس من العيوب المجوزة للفسخ لا في جانب الرجل ولا في جانب المرأة تزوجت رجل بان عقيمة الا حق تفسخ لا المره بانت عقيمه يحق له ان يفسخ لا بس هو عنده حل اذا زوجته طلعت عقيم هو عنده حل الرجل ان يطلقها اذا ما يريدها هي ما عندها حل زوجها بانه عقيمه تقول ما اريده خلي تقول ما اريده ما تقدر تفسخ ولا تقدر لا تستطيع إلزامه بالطلاق إلا إذا بذلت له أموال كذا هو وافق هذه قضية ثانية الفرق أنه الطلاق أولا له شروط معينة مثلا لازم لابد أن يقال بصيغة معينة طالق وأن تكون المرأة في طهر لم يقاربها فيه وإذا كان قبل الدخول نصف المهر يرجع له في حين في الفسخ هذه الشروط غير مطلوبة لا يحتاج إلى طهر فلتكن حائضا ما يحتاج إلى لفظ مخصوص لا يحتاج إلى شهود وممكن أن يقال أنه إذا كان قبل الدخول يسترجع المهر كله فيها الشكل احتمال المسألة فيها كلام الزوج الأول كانت متزوجة من شخص وطلقها باعن وبعدين راحت تزوجت زوج آخر ها على اساس محلل انين ما ينفع هذا الزواج ما ينفع يطلقها هذا الثاني او هي تفسخ وتروح تتزوج شخص اخر. ايه. هذا العنن اللي نقول عنه ان المراه يحق لها ان تفسخ لا على اطلاقه اذا كان موجودا من حين ما تزوجته من بدايه الزواج وما امكنه ان يقاربها بتاتا من اول يوم، من اول يوم اللي تزوجها ما قدر يقاربها. هنا يحق لها الفسخ. اما لو فرض انه قاربها ومرت مده ممكن لاسباب ضعف، مرض، كبر في السن ومشاكل ما لحق تفسخ. إذا بان عنينا من يوم تزوجته في مثل هذه الحالة يحق لها الفسخ. هذان الأمران أكيد الجب والعنن. هناك أمور أخرى كثير من الفقهاء ذاكرين مثلا الجنون والجذام والبرص، هذه اللي ذكرناهم في عيوب المرأة. ذاكريها حتى بصوب الرجل قايلين اذا بان الرجل مجنونا بان الرجل مجذوما مصابا بالبرص قايليها قسم من الفقهاء يمكن الاكثريه مو قسم الاغلبيه قايلين هالعيوب الموجوده في المراه نفسها اذا وجدت في الرجل يحق للمراه الفسخ عدم الانفاق مو ما يجوز لها الفسخ يجوز لها ان تطلب الطلاق يعني الطلاق شيء الفسخ شيء اخر يحق لها اذا ما انفق عليها تروح عند الحاكم الشرعي تشتكي الحاكم الشرعي يطلقها اما فسخ تقول له فسخت يعني كلمه واحده هي تنهي العقد هذه هنا ما لها حق فيها وانتم قسم كبير قائلين هذه العيوب حتى في الرجل يحق للمراه ان تفسخ السيد السيستاني عنده تشكيك فيها يقول مو معلوم الحين هذه فيها بعض التفاصيل اذكرها غدا ان شاء الله